Mascherano وروبينيو ويستغل الكرة روبينيو كاكا ريكاردو جول 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 الليلة الميلان يلعب من أجل تاريخه يلعب من أجل وصافته هو صاحب السبعة ألقاب القارية ميلان المواعيد الكبيرة حركاته مثيرة أفوى قاتلة من ماشيرانو روبينيو وحده يتحدى البعبع الكتالوني بترسالته العالمية ميسي ونيمار أسود أمريكا الجنوبية الميلان ولعها الميلان شعللها مشاهدينا متابعينا برشلونة شفنا أفوى من ماشيرانو يلعب بالنار مع روبينيو الغدار وفي النهاية روبينيو الثنائية البرازيلية تهز الشباك الكتالونية وتعطي للميلان أجمل أسبقية نار 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 الميلان في هذا المشوار نار يا حبيبي نار كاكا الرهيب كاكا العجيب بكرة ذهبية يعطيها روبينيو وروبينيو حطها له في الشباك سجلها ميلان الليلة شكل ثاني شكل ثاني زاباتا ريكاردو مونتوليفو وعكس الهجوم لفريق برشلونة إنييستا يعطي كرة على اليسار ميسي ليو 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 جول جول كالعادة سيد اللاعبين حبيب الملايين لعبوا يسهر فنه يمتع يبدع ليو ليو وحده الجوهرة الأرجنتينية للشاهد للسامع أجمل هدية شوف الكرة اليسارية عكس الهجوم يخسر دفاع الميلان إنييستا كرة لولبية ذهبية واليسارية الأرجنتينية يا سلام في شباك الميلان والتعادل لبرشلونة هذا البشر في الكرة أكبر خطر خلينا نستمتع ونمتع النظر.